اليوم تعطات الانطلاقة الرسمية ديال الجولة الثانية ديال الحوار الاجتماعي. هاد الجولة بعدا اللي أول مرة في تاريخ ديال المغرب كتعقد قبل قانون المالية، وهي نتيجة ديال المأسسة ديال الحوار الاجتماعي اللي حرصنا عليه في الحكومة واللي حرص عليه السيد رئيس الحكومة. المواضيع المطروحة هي مواضيع زاخرة وزاخمة بالأفكار وبالمنجزات. طبيعة الحال مع النقابات الأكثر تمثيلية والمقاولات وأرباب المقاولات اتفقنا على أنه كاين واحد جدول الأعمال خصنا نمشيو فيه، كاين إصلاحات جوهرية اتفقنا عليها في الاتفاق ديال عشية فاتح ماي، وكاين إصلاحات خصها تبدا من قبيل الإصلاح اللي كيخص المنظومة ديال التقاعد، والإصلاح اللي كيخص أو القانون التنظيمي ديال اللي كيكفل الحق ديال الإضراب في إطار مقاربة تشاورية 100%. وزنا على هادشي بطبيعة الحال فتح النقاش في هاد الأسبوعين على الموضوع المهم ديال تحسين الدخل عبر مراجعة منظومة الدخل، ومواضيع عديدة بحال الأكاديمية وبحال المرصد ديال الحوار الاجتماعي. المهم في هادشي كامل الحوار الاجتماعي وقف على رجليه، النقابات منخرطة، الحكومة منخرطة، وهادشي كامل غادي يدوز في واحد الإطار توافقي وتشاركي مع النقابات الأكثر تمثيلية ومع المقاولات، باش إن شاء الله في الأشهر القليلة المقبلة نحقوا الأهداف ديالنا اللي للتذكير هادي 30 و20 سنة وفي بعض المواضيع من الاستقلال ما تحركت. فاحنا متفائلين، ولكن يمكن تكون شويه ديال النقاشات وشويه ديال المفاوضات، ولكن هذا الشيء داخل في اطار العمل ديالنا اليومي وحنا مستعدين ليه.